السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا لو معايا حساب في البنك، تمام، والبنك ده طبعا هو معروف بيتعمل بالربا، تمام، فانا عايز احول الحساب بتاعي ده ل ان هو يبقى اسلامي من دون اي معاملات او اي تعاملات ربويه، فكده المفروض حلال ولا ايه الموضوع؟ كل البنوك شأنها واحد، كل البنوك شأنها واحد، يعني يعني لا تثمر في أي بنك. مثلا لو اتحول لإسلامي، يعني ما مع في كل بنك التعاملات إسلامي، وكل أي حاجة ما عليكم في كلها. بنك إسلامي، ما في بنك إسلامي. السلام عليكم.